ما ادري ايش كل واشياء غريبه عجيبه تصير في الدنيا ويبون يقلبون انظمه ويعكس كل شيء. دقيقه على طريق الانظمه، فقره مقادير ختمها الجميل ريان البلوي، كيف يقدمها محمد الطوالي؟ يعني يا اخواني في مس اندرستاندينج يعني، وش الطريقه ذي يعني؟ خلاص ريان ختم الفقره، تجيبوا لي محمد الطوالي يقدم فقره مقادير، يعني هنا في خلل يعني. وبعدين ليش، وش معنى محمد الطوالي؟ ليش ما قلتوا انس الميموني مثلا؟ ترى أنس الميموني في التقديم أفضل من محمد الطوالة، تجيبون محمد الطوالة فقرة مقادير. هنا نبغى نفهم يعني، إذا ختمت الفقرة كيف الفقرة تستمر تروحون تجيبوا لي محمد الطوالة؟ وعلى أي أساس تختارون محمد الطوالة؟ وش مؤهلات محمد الطوالة أنه يقدم فقرة مقادير؟ يعني تشوفون محمد الطوالة أنه يعني إن طيلة وجوده في البرنامج أنه بس قادر أنه يقدم مقادير؟ محمد الطوالة يعني فقرات كثيرة، شوفوا لنا حل. وش رايكم بالله يا شباب ان الفقره ختمت ورجع محمد الطواله وقدمها اليوم؟ والله يا ابو حمود دعوه مختبصه، ما عاد درينا اختلط الحابل بالنابل، ما درينا هل يعني فقره اذا ختمت خلاص تنتهي ولا يختمها المقدم والاسبوع الاخير يقدمها المتسابقين؟ ما ندري يعني. فقره خذها كاش وتختمها بالثلاثاء، الاربعاء والخميس والجمعه وش بيصير؟ ممكن يقدمون متسابقين. والله تلقى متسابقين فاضيين كذا، قالوا خلنا نقدم فقره خذا كاش، قدم. خلوا يقدمونها مو غلط. طيب ليه محمد الطوالي يا يوسف؟ انا ما عندي، هو فقره مقادير المتسابقين قدموها خلال البرنامج اكثر من المقدم نفسه. صحيح. انا المفروض كان انا كنت ما كنت موجود يوم الخميس، واستغربت انكم ما تكلمتوا حتى عن ختام ريان لفقره مقادير. ايش صار؟ تذكر ايش صار ولا ما تذكر؟ يجمع ضيفين. طيب وبعدين ولا شيء، ختمها ختام عادي. وخلال كم ساعة؟ ربع ساعة، 10 دقائق. كنت تبغى ياخذ ساعة كاملة ختام لا، الفقرة كلها ما عنده اصلا الا جاي اللي هو مع ضيفين. لا لسبب، ريان اليوم اللي قبل اللي غابوا الشباب كان يقول للشباب غيبوا لان بكرة انا عندي مناسبة. حلو. وما ابغى اقدم الفقره وما ادري وين، اظن زواج احد افراد عائلتهم عنده زواج. هو قالها على الهواء، وجاء يوم الخميس وتاخر الشباب، قال تاخرتوا الحين خلاص ما في وقت، وختمها. السؤال، هل ريان ختمها من نفسه من غير علم الاعداد والاداره؟ هذا سؤال. طيب اذا ختمها من نفسه فريان محاسب، اذا الاداره والاعداد قالوا حق ريان اختمها، المفروض اليوم ما تقدم كمقادير، تقدم باسم اخر كفقره من الشباب. طيب يعني طيب لانه طيب. الان هنا عرفت المقصد، هل ريان ختمها من راسه؟ ما اعتقد ريان يعني، هم قالوا له الخميس اخر يوم ختم الفقره. يقول ابو عبد الله اللي هو الاستاذ عبد الرحمن الكليب، هو احنا قلنا لريان البلوي انه يختم، بس احنا اقمنا فقره مقادير عشان نشوف تمكن الشباب. جميل. في الفقرات، فما المفروض انها ما تكون باسم مقادير. وش تكون؟ يعطونها اسم ثاني زي الشباب. تذكر ذاك اليوم لما قدموا فقره خذها كاش الشباب؟ أيوه. ايش اعطوها اسم بدون تحيز؟ لا المتسابقين لما قلدونا، عرفت، يعطونها اسم اخر غير اسم، انها تيجي مش فقره مقادير، فقره مقادير يعني يجيب اسم ثاني بس نفس الطابع. بالضبط بنفس الطابع. طيب اختيارهم لمحمد الطوالة، هل اختياره من محمد الطوالة دليل ان محمد الطوالة متمكن للتقديم في البرامج القادمة؟ هو مو بس يعني طوال البرنامج كثير قدموا الفقرة هذه، مش لا بس خلاص لما تختم فقرة وترجع. الآن السؤال ايضا، هل محمد الطوالة هو رغب بتقديمها او ايضا كان ترشيح من الاعداد انه محمد الطوالة يقدمها؟ هذا سؤال مهم. ترشيح، ترشيح يقولون ترشيح. المشكلة طيب اذا ترشيح بكرة وبعده سيظل محمد الطوالة ولا في تغيير؟ لا بيكون كل يوم اللواء، فالوضع طبيعي. يعني الوضع طبيعي هو تجربة للشباب وتقييم انهم يخوضون. انا استشفيت ان محمد الطوالة قدم الفقرة اليوم لان الجميل عز الاسلمي البارحة دعم محمد الطوالة ومناحي الاسلمي بشكل ايجابي جميل جدا. وين دعمهم؟ دعمهم طال عمرك، قال انا داعم لمحمد الطوال هم ناحي الأسلمي، وان الاثنين هذولا لن ينتهي البرنامج الا ولهم مراكز فيه. يا رجال انقلبت حرب والله، قنبعت كل يعتزي ويسل سيفه. طيب ومحمد مناحي بعد رشح له بعد 3 متسابقين، محمد المسردي وعز مسفري ووازع له الشال يعني. والله يا اخي شوف، يعني اذا جينا الحقيقه انا ضد ان المقدم يعني تدخل في امور المتسابقين هذه، لا في دعم ولا في
شيء من هذا القبيل. يعني المتسابق عنده جمهوره، عنده ابناء عمومته، عنده يعني من هم خلفه ويعينونه على انه يحصل على مركز. لكن تدخل تدخل المقدم في امور المتسابقين انا ما اشوفه يعني ما هو شيء جميل. لا ليس يعني وجوده يعني ما يخلق بيئه مناسبه للتنافس فعلا الشريف والتنافس يعني الصحي اللي بعيد عن يعني بعيد عن العنصريه والاشياء هذه. فانا يعني ضد الشيء هذا ابدا. طيب اجل المفروض ان عزل يعني انا الوم عبد العزيز والوم محمد مناحي وعزل اسم المفروض انهم ينسحبون ويتفرجون.